لا حول ولا قوة. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من نواحي بن حمد، بالضبط من دوار ولاد سليمان، ولاد الحسن، ولاد الحسن، ولاد الحسن، ولاد حمامة، ولاد حمامة، قيادات المعارف، ولاد محمد، جماعة مقارطة. جماعة مقارطو. معنا هاد السي الحاج سي محمد اللي هو شخص مسن، جيران ديالو تكرفصوا عليه، خربوا ليه، يعني خربوا ليه 1400 شجرة، طلقوا الغلم ديالهم، يعني خربوا ليه 1400 شجرة، تكرفصوا عليه، تعدوا عليه. غادي يحكي لنا شنو واقع. تفضل السي الحاج، عاودنا شنو واقع. الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما. النداء الأول اللي غادي نقدمه، غادي نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. آمين. الشكوى ديالي اللي غادي نشكي، غادي نشكي أول مرة إلى الله ورسوله، لأن هاد الناس راهم تعداو عليا، هاد الناس راهم تعداو عليا، وتنقدم شكاية إلى السيد العامل ورئيس الجهة. عاودنا السي الحاج شنو واقع لك بالضبط؟ واقع ليا يا هادو جيراني تعداو عليا وحلوا لي الشبكة ديالي، خمسة القطارات حلوا لي الشبكة ديالي وخلاو الغنم تاكل وهما يشوفوا الجيران. حنا أربعة الناس، ثلاثة جيران وأنا هو الرابع، واحد في اليمين وواحد في الغروب وواحد في الشمال، كلهم تيشوفوا. نعم. تا واحد ما مدرق عليه، وبيت الغنم تاكل وظل تاكل، حتى خربت لي 1400 ديال الشجر، وتكرفصوا عليا واحد تكرفيصة، والشجر يلاه نايض صغير، وانا تسلفت من القرض الفلاحي 27 مليون مرتحنت لي بلادي به، وهاد الناس راه مضيعوني، والله ياخذ فيهم الحق. نطلبوا الله، راه الله تيشوف، راه الله تيشوف، وهادو راه جيراني ما بعدش عليا، واحد خويا وواحد ولد عمي، الله ياخذ الحق، ربي غادي ياخذ فيهم الحق. وانا راه ما ننساش هاد الشيء اللي يدير، وانا ما عاد بقى دابا ما عنديش باش غادي نخلص القرض، لان القرض باش نخلصوا جوج د المليون. دابا حاولت هزيتي هاد الفلوس غير باش تقاد هاد الشجار، باش نكفل هاد الشجار، وباش نسقيه، وباش ندير بومباب، وباش ندير هادي وهادي وهادي، وباش نخلص الضو، وباش عدد من الحوايج. وهاد الناس تعدوا عليا ظلما وعدوا، ما درت لهم والو، ما يسالوني والو، جيراني ما محنوني. انا داعيهم لعند الله، يا ربي يا رب الارباب، ويا معتق الرقاب، ويا من دعا له موسى واستجاب، اجبني اجبني يا سريع الاجابه. حسبي الله وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شوفوا الجيران، شوفوا اولاد محمد، شوفوا هذا الظلم، شوفوا هذا الظلم فادح اللي غادي. احنا انا جينا باش نعمروا معاهم البلاد، ما جيناش باش نخويو البلاد، جينا تسلفنا وقادينا وتمحنت، وانا تنطيب بيدي، ما نعرفش نطيب، ما نعرف نغسل كاس، ما نعرف نغسل حتى الكيسان، ما نعرفهم. وبارك تنجمع الماء ونسقي ونكربل، وحالتي ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. وهاد الناس حلوا البيبان وخلاو الغنم تاكل قبالتهم وما يشوفوا، والغادي يجي وتيدور خويا تيشاهد يشاهد الناس تيقول لهم شوفوا انا راه ما غلمي شارة، غلم مكسره، غلم مكسره. واليوم انا تنتقدم الى الله سبحانه وتعالى، ونتقدم الى السيد العامل ورئيس الجهه والمحكمه الوكيل. حاولت السي الحاج تقدمتي بشي شكايه للقضاء؟ انا تقدمت بشكاياتي جوج شكايات، تقدمت بشكاياتي للمحكمه الابتدائيه، وتقدمت لعند الدرك الملكي القياده السريه ديال الثلاث ديال الاولاد، وانا تنتظر باش ينصفوني. وهذا الشيء راه حرام وما يبغيش الاسلام، راه هذا الشيء حرام وما يبغيش الاسلام. عباد الله، راه ما كاينش شي واحد، واخا نكون درت شي حاجه، وان كنت ما عتاش ندير، راه حرام باش ياكلوا لي، وتعدوا عليا وتيشوفوا كلهم، تيشوفوا الدوار كله، تيشوفوا جوج خيام، تيشوفوا
والثالثه بعيده من اللي يشوفوا حتى واحد ما قدو يدخلوا يحلوا عليه هذيك الغنم بالجبروت ديال خويا. هذا خويا راه جبروت كثير جرتومة كبيرة، الأخ ديالك هذا، الأخ ديالك هذا راه الأخ ديالي، وراه هذا جرتومة هذه راه ماشي، هذا راه مرض، راه جبروت، راه تا واحد ما قد ينقذ، راه دازوا الناس بغاو ينقذوا ولكن خافوا منه. دخلوا الناس باش يصلحوا بيناتكم وداك الشيء، دخلوا الناس باش احنا تنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله ياخذ الحق، وتنطلبوا من الله عز وجل أن ياخذ لي حقي، ونطلبوا من الله من العمل العامل عملت سطات شاوية، وتنطلبوا من رئيس المجلس الجهوي عملت سطات شاوية، وتنطلبوا من المحكمة بن حمد دائرة بن حمد انهم يحاولوا يسرعوا لك بهذه الامور لانك تكرفستي بزاف. تكرفس انا تكرفست بزاف وتمحنت، وتنشكي الى الدرك الملكي باش ياخذ لي حقي، باش يخرجوا لي عين المكان وينصفوني، يخرجوا لي عين المكان وينصفوني، هذا راه ظلم. وتنوجه اخر نداء تنوجهه الى جلاله الملك حفظ الله حفظه الله، نوجه الى القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه. سي الحاج واش حاولوا شي ناس يدخلوا ما المحاولات ما كاين، محاولات فاشله. نعم محاولات فاشله، مشيت باش ندير محاوله في السوق، وملي مشيت ندير محاوله في السوق جا هاد خويا تكرفص عليا وبغى يضربني بشهاده الشيخ والمقدم وجيو الناس وكاع. واش كاين السيبه سي الحاج؟ واش السيبه هذه؟ لا السيبه، هاد السيد راه قال لك ما يخافش لا من القيد ولا من جدرميه ولا من المحكمه، هو فوق القانون، وراه تعدي نار تعدى عليا بزاف. وانا هاد السيد ربما انا كنلعب وحدي، شكون يقول هاد السيد يقتلني ولا يدير لي شي حاجه؟ ربما هاد السيد يقتلني. كتعيش بوحدك انا غير بوحدي، ما عندي من تنطيب بيديا، وحاضي غير التشجيرات باش نديرهم وصايبتهم وقاديتهم بشهادات الناس كاع كلشي. سي الحاج شنو كتبغي تقول لخوك وكتقول لهاد الجيران اللي حاولوا يطلقوا لك هاد الشيء اللي بغا تسولك على الشجره؟ تنقول خويا الله يهديك، ولا الله يديك، ولا الله يغلب الزمان عليك وقد الصحه تشدك من رجليك. وتنوجه راه الناس كاين، الناس ديال سطات راه كاين، الناس ديال سطات اللي كانوا يصيدوا وراهم شافوا ذاك الشجر كي داير، وراه شافوا ذاك الليمون كي ولا، وراه شافوا الزيتون كي ولا، وراه شافوا الكرم كيفاش ولا. ولا اله الا محمد رسول الله. الرساله اللي توجهت سي الحاج عبر هذه القناه شوف تي في باش كطالب؟ تنطالب بحقي، نطالب بحقي بالتعويضات وبالانصاف ديالك والتخوف ديالك. يعني انت دابا وليتي في واحد الحاله نفسيه. انا غادي ندير دعوه في المدني باش ناخذ حقي، انا ما غاديش حيت انا ملي تيجي يقولوا لي الغلم راه ديال مكشره، اي الغلم ديال مكشره، ولكن شكون حل عليها؟ تنطلب من الناس يفتحوا تحقيق شكون اللي حل على الغلم. تنبري على التحقيق والدرك الملكي وغيره وكذا، والشيوخ والمقدمين يبحثوا يقولوا شكون هذا السيد اللي حل عليه، لان هذه عندها زريبه، عندها سياج بجوج شبكات وبالبيبان ديال الحديد. هذا ظلم، هذا ظلم فادح، ماشي عناضت، ماشي المكشره. المكشره راه حدايا هذه شحال من عام، عمر بهيمته ما دخلت عندي، ولكن بالسبب ديال اللي حل هو اللي كان. وزيدون ملي تحلت، وكون كان الاسلام وكانوا الخوت وكان الخاوه وكان ربي تيشوفه وياخذ الحق، كانوا يحيدوا ذيك الغلم، يحيدوا هذيك الغلم من ديك المعزله اللي دارت ليا، حتى بقى عندي على العصي، بقات عندي على العصي خمسه هاد القطارات تاع عباد الله، خمسه هاد القطارات. لا حول ولا قوه الا بالله. شويه عليك السي الحاج، كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في مباشره من نواحي بن حمد، معنا هاد الصرخه ديال هاد الشخص اللي هو مسن، اللي حاول الاخ ديالو والجيران ديالو انهم طلقوا عليه الغلم وتكرفصوا ليه على الشجر ما يناهز واحد 1400 شجره، خلوه في واحد الحاله وفي واحد الصدمه. هو دابا كيطالب المسؤولين، كيطالب القضاء باش ينصفوا وباش ياخذوا له الحق ديالو. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. وانا مريض. انت كتعاني من امراض ويعني امراض مزمنه
يعني ما عندي شفتوش، شواهد طبيه ما بان شفتوش في الحاله ديالك. لا حول ولا قوه الا واذا بالله. انا تمحنت 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 غادي حاول بشويه عليك السي الحاج، غادي هذا القرض الى ما خلصتو شيء غادي يطالبوك يحززني يحززك على البلاد ولا هذيك البلاد. هذا ظلم، ظلم مع عباد الله. انا تنوجه راسي الوزير الفلاحه، تنوزر المدير الفلاحه السطات المديريه الفلاحيه اللي سطات، تنقول ما شوفوا عباد الله انا تتعرفوني بان رانا خضيت هاد القروض وهاد الشيء باش نسدد لكم، ولكن راه الغالب الله غالب الله. تنوجه المدير ديال بن حمد ديال القرض الفلاحي وتنقول له هان تردوا بالكم عباد الله، هذا راه ظلم فادح، ظلم فادح، ولا اله الا محمد رسول الله. وتنوجه النداء الى الله، الى الله سبحانه وتعالى. الله يدير شي تويه. النداء اللي تنوجهه هو الله، ونوجه الى عامل صاحب الجلاله، الى عامل صاحب الجلاله، وتنوجه الى الوكيل العام للمحكمه الابتدائيه بن حمد، ونوجه الى قائد الدرك الملكي القياده السريه، تنوجه له تنقول له انصفني. وتيقول لك بان هاد خويا راه ما يخافش من الجدرميه، ما يخافش منهم. الجدرميه راه ما تنخافش منهم، وما تنخاف حتى من واحد، وما عدي في حد، وندير اللي بغيت، وهو فوق القانون، ولا اله الا محمد رسول الله. وشوفوا يا ولاد محمد واولاد محمد كاملين، وشوفوا خارج الارض. شوفوا عليك السي الحاج، شوفوا الناس خارج الارض الوطن، والناس اللي هما تيشوفوني وتيعرفوني تيقولوا لا اله الا محمد رسول الله، هذا راه منكر. الناس اللي تيعرفوني من سطات، من القارة، من بن حماد، من بن سليمان، من الحوض المائي، من غيره، من الدار البيضاء، من غيرها، من الناس تيشوفوني يقولوا راه لا هذا منكر، هذا منكر. وتنقول من تنطلب من الله ومن العامل صاحب الجلاله ومن رئيس المجلس ومن القائد السريه باش يتنقل الى نفس العنوان ويشوف هذا الظلم. هذا راه ظلم، وراه حل لي الباب، حل لي الباب وجل كل. وتنوجه لك النداء رئيس المجلس، وتنوجه لكم النداء ورؤساء الجماعه ورئيس جامع مجلس بن حمد. كتوجه الرساله ديالك لقائد الدرك الملكي، تفضل السي الحاج. انت نوجه الرساله ديالي الى قائد الدرك الملكي، تنقول له خذ لي حقي، وتنوجه النداء ديالي الى رئيس السيد الوكيل العام لمحكمة سيناء بسطات، السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بن حمد. وتنوجه رئيس رسالة وصلات السي الحاج. أنا تنوجه رانا وراه ما باقي وباقي مازال ندير شكايات أمام الله ونزيد أمام الله. وتنقول السيد الوكيل العام المحكمة ديال بن حمد، تنقول له خذ لي حقي، وتنقول للسيد تنأكد على القائد الدرك الملكي بفيني، تنقول له خذ لي حقي، وتنوجه نداء إلا القائد، إلا القائد ولاد محمد قيادة المعارف، قيادة المعارف، وتنوجه نداء ديالي إلى الشيخ القبيلة والناس اللي حاضرين والناس اللي تيشوفوا عباد الله. فراه منكر هذا، راه منكر هذا، غادي وصلت. ربي غادي يصيبهم، وراح ربي صابهم بالجاف، كل ما صابهمش بالجفاف كل راهم يقتلوا، واش يديروا. الرساله وصلت كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في، هذه كانت دموع ديال هذا الشخص المسن، والصرخه ديالو صرخه صرخه مكلومه، يعني الظلم والقهر والجبروت اللي لحق به، يعني حرشوا عليه انه طلقوا لي الغلم، كلوا لي 1400 ديال الشجر، تعدوا عليه، تكرفصوا عليه، كيوجه النداء 27 مليون 27 مليون اللي خدم القرض، 27 مليون اللي خطم القرض، منين غادي نخلص؟ مطالب بانه يخلص هاد الطريطات، وكان مسكين غير باغي يستقر ريحه البلاد ويستقر في البلاد، ولكن للاسف الشديد. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في، والى اللقاء في بث مباشر اخر.